بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركيا تتقدم خطوة. قالت شركة بايكار للصناعات الدفاعية تركيا إنها نجحت في إجراء أول اختبار دمج للمحرك في طائرتها المقاتلة المسيرة من الجيل السادس بيرقدار قزل إلما. لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. أعلنت شركة بايكار للصناعات الدفاعية تركيا نجاحها بأول اختبار دمج للمحرك في طائرتها المقاتلة المسيرة بيرقدار قزل إلما. وتعد بيرقدار قزل إلما أول مقاتلة من دون طيار تركية. تخطط بايكار لإجراء أول تحليق لها العام المقبل. ودمج المحرك اختبار يجرى على الأرض قبل تحليق الطائرة، ويأتي ضمن سلسلة اختبارات، ويعني تشغيل المحرك داخل هيكل الطائرة لتأكد من عملية الانسجام بين المحرك والهيكل. ونشرت بايكار عبر حسابها على تويتر عملية الاختبار الناجح للنموذج الأولي لبيرقدار قزل إلما تحت إشراف المدير التقني للشركة سلجوق بيرقدار. وكان بيرقدار قد أسدل الستار مطلع مارس الماضي عن المقاتلة المسيرة المحلية بيرقدار قزل إلما، ونشر حينها صورا لهيكلها من دون أجنحة. وفي يوليو تموز الماضي قال بيرقدار إن الشركة تهدف إلى تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة خلال عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية. وعلى عكس الطائرات المسيرة، فإن بيرقدار قزل إلما تستطيع إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام القتال جو مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية. ومن المخطط أن تؤدي بيرقدار قزل إلما المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادار بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا ورئيسها وأن يوفقهم دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. متابعين الأعزاء، لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وأن تسجلوا إعجابكم، وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.